يعني حضرتك بتقولي حاجة مهمة جدا، يعني 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 لا نكتفي بمسألة أن اليونسكو اعترفت بهذا الفن للمصريين، علينا أن نطوره وأن نستخدمه ونستعمله. الحقيقة أن اليونسكو حتى ما بيقولش سجلوه وامشوا، لأنه هو الفكرة القصد من الاتفاقية. احنا دايما بنوصل لأن التسجيل هدف. حضرتك بتشير لنقطة مهمة جدا، الناس بتتصور أنه هو ده النهاية، حققنا الغرض سجلناه. لا، الوضع مش كده خالص. الوضع ان هو القصد هو رفع الوعي بالعنصر، رفع الوعي لدى الشعب بان تراثهم مهم وانهم يقدروا يستهلكوه وان هم يكونوا المستفيدين الاوائل من تسجيله او من استخدامه. طب اذا اكتفينا فقط بموضوع الاعتراف به كفن مصري مثلا ولم نفعل شيء، هل ممكن هذا الملف يسحب مننا؟ في السنة دي كانوا بيناقشوا فكرة انه الملف يتنقل من قايمة لقايمة، كان قايمة تمثيلية وبيمثلني وبعدين بقى مهدد، او ان انا ممكن اطلب ان هو يتشال، بس بناء على طلب الدولة وبموافقة الممارسين. الفكرة انه انا اقول انه هو ده موجود وسأحافظ عليه، وانا اقريت في الملف باجراءات سون انا أنوي أن أنا أطبقها، لأن المفروض أن أنا أطبقها، وأنه أنا أعترف بأن هذا العنصر يمثلني، وبقول قدام العالم كله هذا العنصر يمثلني وإجراءات الصون أنا قلتها كده، والدولة ناوية تعمل دول، وأنا هقدم لكم كمان 4 سنين تقرير أقول ماذا تم من إجراءات صون لهذه العناصر الثقافية. طب